Foti nada rir. Nada rir. الحليب ما ثم جبنه من البراب الثمة كيتو تشغيل ما ثم ما عليك كان تضرب المرمى شكيتو الفلوس ما ثم بانت بشل ما يتسمى حسب النهضة راهو كاسح شدة يا أخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله فوتي نهضة خير وسنطلب من رجال الدين أنهم يخطبون في المساجد ويقولون لكل الناس من رواد المساجد اللي يحط صبعه في الأزرق باش ينتخب غير النهضة أو حزب آخر إسلامي راهو كافر ويدخل النار لأن مساندة الكفار حرام في الدين فوتي نهضة خير Notre parti veillera à analyser les résultats des études réalisées relatives au secteur touristique et œuvrera à concrétiser les grandes réformes du secteur relatives à la qualité des produits, à l'écoulement et à la commercialisation au transport, au rôle des technologies de l'innovation, de l'information et à la communication dans le développement du secteur et au cadre institutionnel. فوتي نهضة خير في بعض الأحيان أنا أرجع معنا في ساعة متأخرة وسافر في ساعة مبكرة وارتباطات عمل كثيرة وفي بعض الأحيان أضطر أبقى في وزارة الخارجية ساعة متأخرة وربما بعض الناس ما يعرفوش اني انا اضطريت للعوده الى تونس بعد الثوره ما عنديش حتى سكن خاص فاضطر من حين لاخر ان معناها ناجر غرفه في النزل وعمليه الحجز اصلا تم عبر اداره وزاره الخارجيه ولا اتدخل فيها انا اصلا. ما اشيع ايضا انه الوزير دفع اموال او دفع معناها نفقات اقامه مراه يعني لم يسبق لي ان دفعت اي مليم واحد خارج نطاق العمل وما اشيع ان المراه هي قريبتي. فوتي نهضة خير شو جرى في سيليانا قضية بين زوز أشخاص في الولاية تحولت إلى أضرب عام ودعوة العصيان تكسير وتحطيم وإخراج الوالي لديقاش فليكن في علم الجميع ماش على ديقاش الوالي هذا مش باش يخرج نخرج أنا قبل نمشي فوتي نهضة خير أقول وطالب وزير تكنولوجيات الاتصال بإصدار أمر أو قرار يجعل الإبحار في فتح الحسابات في الفيسبوك بمقابل مادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوتي نهضة خير أخيرا أريد أن أقول رسالة أريد أن أقول رسالة للوزير الفرنسي وأريد استسمحوا لي زملائي هنا لأقولها بلغته. J'espère que vous aurez l'intelligence de vous excuser. Et je suis certaine que le peuple tunisien, le grand peuple tunisien, acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie et changée, que Ben Ali n'est plus là, que le monde bouge et que la colonisation est finie, réellement finie. On doit instaurer de nouvelles relations basées sur le respect réciproque et mutuel. فوتي نهضة خير تم 2 جثث تم انتشالهم طبعا للأسف معناها هم في حالة وفاة نحن تم 2 جثث تم انتشالهم طبعا للأسف معناها هم في حالة وفاة فوتي نهضة خير كمان دي ان فرانسي رأس مالي جبان Le capital est lâche et dépourvu de tout courage. Et Jeben, la traduction est là, je sais pas.
فوتي نهضة خير. العمدة نتاع العاصمة نتاع باريس معناتها أعمل تمثيل تذكيري البوعزيزي، وأعلن عن ضرورة إطلاق اسم البوعزيزي على شوارع باريس، على إحدى شوارع باريس. يعني أبسط شيء للحكومة التونسية إذا تكرم شهدائها وتعمل لهم دار للشهيد، هي أمور رمزية في كل ولاية يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل، فوتي نهضة خير.